والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الثلاثاء اضطراب جوي ذي مناطق جنوبية غربية على المناطق الغربية والوسطى، أمطار على السواحل وحتى على المرتفعات، أكثر استمرارية على المرتفعات الداخلية لتلتحق ليلا على الواجهة الشرقية، كذلك على مناطق الجنوب الغربي ومنطقة الثورة. أما خلال يوم الأربعاء الأمطار ستزداد غزارة على شكل زخات رعدية إن شاء الله على المناطق الوسطى وكذلك الغربية، لكن الأمطار ستلتحق خلال الليل تحت توقع رعود على المرتفعات الداخلية الشرقية وكذلك السواحل، بعض الأمطار غير مستبعدة على الصحراء الوسطى وكذلك شمال الصحراء. أما خلال يوم الخميس إن شاء الله الأمطار ستزداد غزارة على الواجهة الشرقية تحت توقع رعود على المرتفعات وكذلك على الهضاب والسواحل، لكن تحسن في حال الطقس على الواجهة الغربية خلال أواخر النهار، لكن الرياح ستشتد على المناطق الغربية والوسطى، أمطار على فترات على الواجهة الوسطى، الأمطار ستلتحق على شمال الصحراء والصحراء الوسطى، درجات الحرارة في تراجع خاصة على المرتفعات والهضاب لترتفع على أقصى الجنوب.